وبركاته. اخباركم البنات؟ نتمنى جميع المشاهدين اللي خديو بيوت يكونوا على خير وبخير. نتمنى تعجبكم الوصفات ديالي، واللي ما مشاكش في القناه ديالي نتمنى الى عجبو المحتوى ديال القناه ديالي يشارك عندي، مرحبا به. تنشكركم على التعليقات ديالكم وعلى كل حاجه صيفطوها ليا، تنشكر جميع البنات. بسم الله على بركه الله، اليوم غنوريكم واحد طريقه البيتزا رائعه، تجي بيتزا زوينه ولاباط تجي رائعه جدا. بسم الله على بركه الله، اول حاجه عندنا 250 ميل ديال الحليب، كاس ديال الحليب كبير تقريبا كاس ديال العنبه وربع، نص كاس ديال الزيت البلدي، شويه ديال الملحه، 250 غرام ديال الطحين، الفرص رطب. عندنا جوج بيضات هنايا غير البياض ديالهم الاصفر نحتفظوا به لان مازال غادي نخدموا به. عندنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال السنيده، خميره كيماويه، واحد شويه ديال الزعتر. بسم الله على بركه الله، ندوزو للعجين. بالنسبه للحشوه البنات، انا اليوم غادي ندير لكم حشوات مختلفين. عندنا الحشوه، اول حاجه غادي ندير لكم الحشوه ديال بواطه ديال السيردين، بواطه الطونه، وعندي الحشوه غنديرها لكم بالكفته، والحشوه ديال الدجاج. غندير لكم البيتزا، يعني البيتزات مختلفين، واحد ربعه ان شاء الله ديال البيتزات، وحده فيها كات سيزون، وحده ديال الكفته، وحده ديال الدجاج، المهم على حسب كل سيده شنو متواجد عندها بالبيت ديالها. اول حاجه عندنا فلفل احمر والاخضر، عندنا جوج بواطات ديال السرديل ديال الزيت نصفيهم، عندنا هنايا واحد ربعه ديال الكفته، عندنا داك جوج بيضات اللي عزلنا البيض ديالو خلينا صفر لحقاش غادي نوريكم طريقه بيتزا مغايره. زيتون اسود، فخوماج ولا موتزاريلا، اي كل سيده شنو عندها في البيت ديالها. انا عندي فرماج احمر ما عنديش موتزاريلا، ملي عنده موتزاريلا يستعمل موتزاريلا تجي رائعه في البيتزا. عندي واحد بصيله مشلضه مع الثومه، عندي شويه المايس وشويه الشامبينيون، عندي صدر ديال الدجاج واحد ربعه ديال صدر ديال الدجاج مقطعه رقيقه، غادي نتبلها ونشحرها شي شويه هي والكفته ان شاء الله. يلا بسم الله على بركه الله، ندوزو لتحضير البيتزا والطريقه، طريقه مغايره. نتمنى البنات تتابعوا معايا المشاهده لهذا الفيديو، غتكون بيتزا رائعه جدا جدا جدا، بصحه وراحه. بركه الله، ندوزو لتحضير البيتزا اللي غنوجد عليه معكم اليوم بطريقه مختلفه. بسم الله، كاس كبير ديال الحليب مقدار 250 ميل، نص كاس ديال الزيت، جوج بياض البيض، معلقه كبيره ديال السنيده مع معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال الملحه، خميره صغيره وحده فيها 8 ملغرام، شويه ديال الزعتر تبقى اختياري وتيجي رائع في لاباط ديال البيتزا. نخلطوا هادشي كامل مزيان ونضيفوا ليه الدقيق تدريجيا، 250 غرام ديال الدقيق تقريبا مقدار واحد ربعة الكؤوس ديال العنبة ديال الدقيق، على بركة الله. بسم الله، نعجنوها ونخليوها تقريبا واحد 8 ديال الدقائق حتى 10 دقائق، نقرصوها وندوزو بيد ما نوجدو الحشوه ديال البيتزا، نخليوها تختمر شي شويه. نزيد الدقيق حتى تماسك لينا العجين ديالنا، عملية الأصابع هي تتكون جيدة تتحسي وتتعرفي المقدار ديال لاباط ديالك. من بعد ما جمعت العجينة ديالي ديال البيتزا اللي وجدت اليوم،
انا لبتها طويله خليتها هكا باش نقطعها لاجزاء. بسم الله، الجزء الاول، الجزء الثاني، ثلاثه الكويرات. غنخليهم يختمروا علينا ما نوجدوا الحشوه وندوزوا نعمروهم. نغطيهم بواحد البلاستيك غذائي ونخليهم يتخمروا شي شويه ومن بعد نوريكم الحشوه. اربع الكويرات ديالنا هما هادو. بالنسبه انا ما غاديش ندير بيتزات كبارين، شويه مويان. نغطيهم بالبلاستيك خليهم يخمروا. ندوزو دابا لتحضير الحشوة. بسم الله البنات، ندوزو دابا لتحضير صوص طوماط اللي غادي نحضرو معنا اللي غادي نديرو في البيتزا. دير واحد شوية الزيت، ضيفوا لي البصل مع واحد الصوص ديال الثومه، نخليوها تشحر شويه تطلق شي شويه، ونزيدوا عليها صوص الطوماط، ندير لها التوابل. انا لا صوص طوماط عندي هاي ديجا حضرتها. شحرات لنا داك البصيله، نضيفوا عليها لاصوص طوماط، نضيفوا مع الثوم، ندير لها التوابل. شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكركم، شويه ديال القزبر مطحون، شوية ديال البزار، جميع التوابل. شوية ديال الزعتر تجي رائعة في لاصوص الطوماط. نخليوها تشحر مزيان، ندوزو نتبلو هذاك الدجاج المفروم اللي عندنا والكفته. ديرو التوابل الدجاج المفروم اللي عندنا. بسم الله، شويه الفلفل الاحمر، شوية ديال الكركم تيجي رائع مع الدجاج،
مليحه اكيد حسب الذوق. معلقه المطاخ، تجي رائعة مع الدجاج، تجي رائعة. مطخ تيجي مرافق معها رائع. شوية الإبزار، قطرات من الخل، هي بيتزا تجي على طريقة شاورما. شوية صوص صوجا، قليل من الزيت باش ديك التوابل كامل اللي درنا تاخذ مع بعضها. تقريبا نفس التوابل غادي نستعملهم حتى في الكفتة. هي عندي التتبيله ديالها، لاصوص طوماط ديجا من تنخليوها تشحر شي شويه تيمشي لها داك اللون الاحمر ديالها. غنزيدو ليها واحد معلقه كبيره ديال الطماطم مطيشه، معلقه كبيره ديال الحك ديال مطيشه باش نحتفظوا على داك اللون الاحمر ديال الطماطم، لحقاش اون فوا تنشحروها تيروح ليها داك اللون، تيولي ليها اللون ديالها هاد الشكل هذا، شويه برتقالي ما تبقاش حمر بزاف. ملي غنزيدو ليها شويه ديال الطماطم غادي ترجع ليها اللون ديالها كما تشوفوا. خليوها تشحر تنشف مزيان، الطوماط ديالنا ها هي واجده. دابا غنشحروا الكفته اللي عندنا، ندير واحد شويه الزبيده. بالنسبه للتوابل اللي استعملت انا في الكفته درت غير صغيره ومليحه وشويه ديال الكمون تيمشي مع الكفته تيجي رائع معها. شحروها شويه، الكفته ديالنا ها هي واجده. ندوز دابا نشحروا الدجاج مفروم، التتبيله اللي درت معاكم ما غاديش نضيف الزيت، ديجا راه درت الزيت فيها. غنحضر معكم واحد الكريمه ديال الجبن اللي غادي نخدم بها لاباط ديال البيتزا من الجوانب، تتجي رائعه. غنحتاجو فيها واحد ربع حليب مع واحد جوج معالق كبار ديال النشا مع الجبن او الفرماج. انا ما عنديش الجبن، غنستعمل ثلاث الفرماجات. بسم الله على بركه الله، ندوزو للتحضير. كريمه جبن، ربع كاس الحليب، غنضيف عليه جوج معالق كبار ديال النشا، ناخذ واحد الفوي مع تطريب اكيد ما يبقاوش لنا الحبيبات ديال النشا هنا. نسخن شويه الحليب ونضيف عليهم فرماجات او الجبن مبشور، الى عندك الجبن احسن. نخليوها تطلع حتى تولي بحال الكريمه، نطفيو عليها ونديروها في واحد الجي بحال هواني.
غادي نوريكم الطريقه. غنضيف عليهم واحد شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، ونحركو حتى تطلع لينا الكريمه. كما تشوفوا البنات الكريمه ديالنا هي وجدات، ها هي ولات خاطره تماسكات. نطفيو عليها دابا، خليوها تبرد. الكريمه تجي رائعه. بعد ما خمرات لينا العجينه لاباط ديالنا ديال البيتزا هي هذه، غنطلقها شويه بالمدلك. ديجا لاباط ديال البيتزا تكون رقيقه افضل، تجي رائعه. نخليو شويه جوانب غلاط، وداك جايب الحلواني وندير فيه صلصه الجوب اللي وجدت معاكم ونديرها في الجوانب. بهذه الطريقه نخلي شويه باش نلقى فين غادي نطوي هذيك لاباط، غنرجعها عليها. بحال هكا ونحاول نسد مزيان لاباط ديالي باش ما تسيحش ليا داك الجبنه. سمحوا لي على اطاله الفيديو، ولكن بغيت باش تفهموا كل خطوه بوحديتها، تفهموها مزيان. هكا نحاول انني نسدها مزيان. ناخذ واحد المقص ونبقى نحل لاباط ديالي بهذه الطريقه. الطريقه ديال البيتزا تجي رائعه، تجي التشكيله ديالها زوينه في الشوفه لان العين تتاكل قبل. دابا ندوز معكم الحشوه. اول حاجه غندير لاصوص الطوماط اللي حضرت معاكم، ممكن هاد لاصوص من بعد ما طيبيها دوزي عليها شويه شي ميكسور ولا شي حاجه اللي بالنسبه للاطفال اللي ما تيبغيوش بصيله هكا في البيتزا. زيدي طحنيها شويه ميكسور، دير فيها شويه ديال الطون، الطون ديال الزيت صفيه من داك الزيت ديالو. الحشوه تتبقى اختياريه لكل سيده، مي انا درت لكم جميع انواع الحشوات. ممكن ديريها بالفخوماج، مارغريتا، غير بالخضر، يعني تيبقى الحشوه اختياريه. ندير لها واحد الفليفله بصيله مع، سمحوا لي، زيتون،
نحكو عليها شويه الفرماج او الموتزاريلا، اي نوع فرماج عندكم. هذاك البيض الاصفر البيض اللي احتفظنا به، غادي ندهن به الجوانب ديال البيتزا اللي عندنا. اصفر بيض، هذاك الحشوة ديال الجبن تتجي رائعة. تجي دابا الأطفال ديالنا غادي ياكلوا البيتزا كاملة، ما غاديش يضيعوا لنا الجوانب ويخليوهم. دابا نشدو داك الجوانب ونبقى نحاول نفتحهم شي شويه، ناخد شي سكين. هذوك الجوانب اللي قطعنا نحاول نزيد نحلهم شي شويه هكا بالصبع ديالي ولا بالسيزو هكا، زيدو تحلو جينا بحال شي شكيل ديال شي وريضه. هذا نضغطو عليهم غادي نزين به في الجوانب كاضافات بالنسبه للسيدات ولا الاولاد ديالهم تيبغيوش ما يضيفوش. بالنسبه كمعلومات اليوم عطيكم واحد المعلومه بالنسبه لهذا الخشخاش، ليه فوائد كثيره، تحتوي على الفوسفور، تحتوي على الحديد، تحتوي على الكالسيوم بالنسبه للعظام، رائع للمفاصل. يعني شحال من سيده شحال ما قدرت تستغلو في الخبز في الدجاج في الصلصات، يعني تستعملو كمادة يعني يكون عندها في البيت ديالها ما أساسي، بالخصوص للأطفال مزيان للعظام، رائع جدا جدا، يحتوي على فوائد كثيرة كإضافات.
هذه البيتزا ديالنا كاتخ سيزون خشيوها دابا. بالنسبه للبيتزا الثالثه ديالنا ان شاء الله غادي نديرها انا ميكس وغادي نزيد فيها واحد الاضافه، غنزيد فيها المايس وشويه ديال الشامبينيون. ديجا درت لها لاصوص طوماط، غندير ليها شويه الكفته داكشي اللي بقى عندي ديال الحشوه ما يبقاش يطيع نكملوه. ندير معها الدجاج، درجة درنا لي ديك التتبيلة تيجي بحال شكل الشاورما تيجي رائع. نزيد عليهم الميس أو الشامبينيون تيجي تا هو زوين في البيتزات. وبالنسبة لهاد لاباط ديال البيتزا راه تتجي شوية هشيشة بزاف، وبالنسبة ل كاضافات باش تقرصيها من تقرصيها احسن تقرصيها نيشان في الصفيحه اللي غادي تدخلي الفرن باش ما تغلبكش في الهزان، ملي تبغي تهزيها للصفيحه تجيك سهله. دير شويه الزيتون الاسود، اسف على الصداع في الصداع. شويه الفلفل، فرماج اكيد، انا هاد البيتزا غادي ندير لها شويه السمسم في الجناب، جوج جناب كتزيين للطبق. كما قلت لكم هادشي تيبقى اختياري، البيتزا ديالنا هي واجده خشيها في الفرن، وتسناوني باش تشوفوا الطريقه النهائيه البيتزا اللي حضرت معكم اليوم. دراري نتمنى تعجبكم الحلقه ديال اليوم، وهاد البيتزا اللي حضرت لكم تجي رائعه، لاباط تجي غزاله 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 جدا. انا نوريكم الطريقه النهائيه اللي من خرجتها من الفرن، وتنتمنى تعجبكم. متنساونيش باللايكات وبالتعليقات ديالكم. تنشكر جميع المتابعين للقناه لاله خديجه بيوتي، نخليكم باش تشوفوا البيتزا من خرجتهم من الفرن. هادو هما البيتزات من بعد ما خرجتهم، هذه البيتزا اللي درتها ميكس يعني اللي زوقتها من الجوانب بالسمسم بالجلجلان تجي رائعة جدا. وهذه البيتزا اللي درت كاتس سيزون فيها الخشخاش في الجناب، وتيجي هذاك تجي رائعة هشيشة كيفما تتشوفو. هيا أنا قطعتها لكم، شو لاباط كي تتجي، تتجي رائعة رائعة جدا. وعاد بالنسبة لهذا الفخوماج هذا اللي درناه الجبن هنا تيجي رائع، يعني الجوانب دابا بالنسبة للأطفال ما غاديش يضيعوه. تنتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، وتنتمنى أنكم تجربوها، وشكرا على المتابعة للقناة ديالي.